حياكم الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام من الرافدين في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتب في الصحف المحلية والدولية بعد أهم العناوين. من المدى نقابة الصيادلة تخفيض سعر الأدوية مرهون بالنظام الصحي الجديد. وفي موقع يقين نت 5 ملايين يتيم وثمانية آلاف مفقود، هيئة حقوقية تكشف عن أرقام صادمة بخصوص الأطفال في العراق. القدس العربي نقرأ: القوات الأمريكية تصر على البقاء في العراق وتعزز دفاعاتها تحسبا لرد الميليشيات. نطالع في العربي الجديد: مسودة بيان مجموعة السبع تحذير لروسيا من عواقب وخيمة بشأن أوكرانيا. وفي الشرق الأوسط: بريطانيا لإيران، أمامكم فرصة أخيرة لإنقاذ الاتفاق النووي. وفي عربي 21: العمل على لقاحات محافظة الخلايا التائية لمواجهة أوميكرون. وفي موقع وول ستريت جورنال: شعبية حماس في ارتفاع، فهل ستقنع الناخب الفلسطيني بقدرتها على تنظيف الفساد والنفايات؟ ونبدأ مشاهدينا الكرام من مقال للكاتب حسين صالح السبعوي بشأن مصطلح إرهاب الدولة عموما، وهل هو وتلك الأعمال الإرهابية التي تقوم بها الدولة ضد شعبها أو تقوم بنشر أعمال العنف ضد الشعب، وأن هذا التعريف أعلاه ينطبق تماما على الحكومة العراقية بحسب قول الكاتب التي تمارس الإرهاب ضد الشعب العراقي عموما وضد مكون معين تحديدا. عندما احتل العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها سنة 2003، فإن أول عمل أقدمت عليه هو حل كافة المؤسسات الأمنية والعسكرية للدولة العراقية، ثم شرعت في تشكيل مؤسسات على أسس طائفية، وفتحت المجال واسعا أمام الساسة الشيعة بتشكيل العشرات من الميليشيات المسلحة. ولا يخفى الهدف من تشكيل هذه الميليشيات، فهي للاستهداف الطائفي وإثارة النعرات المذهبية بين أبناء الشعب العراقي، كما أقدمت الحكومة العراقية في سنة 2005 بتشريع قانون اشتهر بأربع إرهاب وصار يطبق حصريا على فئة دون أخرى، وهذه سابقة قانونية لم يحدث مثلها في العالم بأن يشرع قانون مكافحة الإرهاب ضد مكون واحد فقط من مكونات الشعب العراقي المتعددة. مارست الميليشيات الإرهاب ضد الشعب العراقي من قتل واعتقال وتهجير وخطف وابتزاز مالي ضد التجار وضد ميسوري الحال، ونشرت الخوف والرعب لدى أغلب أبناء الشعب العراقي. إن ما يحدث في العراق هو إرهاب دولة متكامل الأوصاف والأركان وفق كافة المعايير القانونية من خلال الممارسات القمعية ضد الشعب، سواء من قبل الدولة مباشرة أو من خلال الميليشيات المدعومة من قبلها والتي تمارس الإرهاب بالوكالة عن الدولة. وأضاف الكاتب: إذا نستنتج من ذلك أنه لا يمكن أن يكون هناك إرهاب الدولة في العالم الثالث، ولا سيما في عالمنا العربي، لولا دعم الدول الكبرى له، ولا سيما الولايات المتحدة، فهي أكبر داعم لهذا النوع من الإرهاب الذي تجلى بأشكاله كافة في الحالة العراقية التي يمارس الإرهاب فيها ضد السكان من دون أي رادع أو اعتراض المجتمع الدولي عليهم. ونقرأ من صحيفة الميثاق الوطني مقال للكاتبة سارة جميل، جاء فيه: التغييب والإقصاء والتهجير والظلم بالسجون العراقية فاق كل الحدود، فمنذ أعوام طويلة ويب آلاف العراقيين بتهمة الإرهاب ولا يعرف أحد عنهم شيئا، يعيش أهلهم على أمل العودة ويتعرضون للابتزاز المسؤولين والذين لهم صلة بهذا الملف
يطلبون من الأهالي أموالا طائلة من أجل إخراج معلومات عنهم، وغالبا ما تكون هذه المعلومات كاذبة وغير صحيحة، مستغلين ضعف أهل المستهدف واستثارة عواطفهم لامتصاص مزيد من أموالهم. هناك ملف السجون والظلم والتعذيب الذي يعاني منه المسجونون. تمتاز السجون بكثرة المظلومين فيها، وبين فترة وأخرى يموت عدة أشخاص داخل هذه السجون نتيجة التعذيب الشديد الذي يظهر على أجسادهم، وأيضاً غالبيتهم سجنوا وهم أطفال كانت أعمارهم تحت 18، دخلوا السجون ظلماً وماتوا ظلماً وتحت التعذيب الشديد. كان واجب الدولة أن تعالج هذه الكوارث التي أحلت بجزء كبير من الشعب العراقي وأن تحميهم وتعوضهم عن الظلم الذي لحق بهم، لكنهم أهملوا مثلما أهمل المهجرون من مناطقهم قسراً. فبعد التحرير كان يجب أن يعاد المهجرون إلى مناطقهم، لكن مناطقهم لم تعد لهم لأنها أصبحت مناطق تجارية للميليشيات ومخازن ومصانع لأسلحتهم. هجروا العراقيين من ديارهم من أجل التغيير الديموغرافي، فأرادوا أن يرسموا خارطة جديدة لعراقنا، لكنهم رسموا عراقاً مشوهاً لأنهم أقصوا وظلموا شريحة كبيرة مهمة بهذا المجتمع، وهذه الأفعال الإجرامية تؤثر على وحدة المجتمع العراقي وتفكك التلاحم المجتمعي. وأضافت الكاتبة: هذه الملفات الخطيرة التي تمتلئ بالمظلومين يجب أن تفتح ويعاقب المسؤولون عنها، لأن العراق يعد بلدا ديمقراطيا، ولكن هذه الديمقراطية بحسب الكاتبة شكلية، فكيف لبلد ديمقراطي يعاني شعبه كل هذا الظلم؟ وفي موقع كتابات كتب عبد الخالق الفلاح: من الظواهر المؤلمة التي تحز بالنفس ظاهرة التسرب من المدارس، وهي حالة فتاكة التي تمتد بذيولها لخلق زعزعة في التوازن المجتمعي، ولم يكن العراق بعيدا عن هذه الظاهرة التي أصبحت حقيقة صارخة ليست بحاجة إلى بحث دقيق. وإن إخفاق وزارة التربية في إدارة أمورها واضح في ظل النقص الهائل في بلد غني من المدارس بنسبة تفوق 40% وقلة خبرة الملاكات التعليمية. تعود أسباب التسرب للطالب وللأسرة وللمدرسة البيئة المدرسية الغير جيدة، حيث إن بيئة التعلم لها دور كبير في إقلاع المتعلم عن المدرسة وعدم رغبته في تحصيل العلم وقلة الدافع الداخلي للتعلم. فهناك الكثير من الطلاب الذين لا يمتلكون دوافع داخلية تجاه التعليم ويحتاجون إلى دعم نفسي أسري كبير من أجل التغلب على تلك المشكلة قبل الانعزال عن الجو الدراسي والهروب من المدرسة التي تمثل الأسرة الثانية للطالب، فهي الصحبة الطيبة أو السيئة، وبها تنشأ شخصية المتعلم من خلال تفاعلاته مع البيئة والمواقف المختلفة، ولا يوجد فصل بينها، وتتفاوت قوتها وفقاً للتأثير السلبي الذي تلعبه في حياة الطالب التربوية. وتضاف كذلك أمور أخرى من أهمها الظواهر: أولاً الرسوم الدراسية الباهظة، ثانياً تدني التحصيل الدراسي، وثالثاً الاتجاه نحو العمل، ورابعاً عدم كفاية اللوازم المدرسية. ومن جملة العلاجات التي تساعد في التقليل منها يمكن علاج هذه الظاهرة من خلال وضع خطط مناسبة واستراتيجيات وحلول لكل أسباب ظهور تلك المشكلة من الأساس. أضاف الكاتب أن ظاهرة التسرب من النظام التعليمي في العراق لها أسباب متعددة ومتشعبة، تختلط فيها الأسباب التربوية مع الأسرية مع الاجتماعية والاقتصادية والأمنية وغيرها من الأسباب. إذن هي ظاهرة التسرب هذه هي نتاج لمجموعة من العوامل والأسباب تتفاعل وتتراكم مع بعضها تصاعديا لتدفع الطالب وبقبول من أسرته إما برضاها أو في أمر واقع إلى خروج الطالب من النظام التعليمي.
يعتقد بعض المحللين الأمريكيين أن إيران تؤدي أحياناً دوراً صعباً في المفاوضات النووية لاعتقادها بأن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة للتخلي عن العراق في أي لحظة. وهناك اعتقاد أيضاً أن واشنطن لن تستخدم القوة العسكرية لإيقاف البرنامج النووي الإيراني، وفقاً للباحث ريك ماندل في مقال نشره موقع ذهل قريب من الكونغرس. يقول ماندل إن الاعتقاد بأن الرد الحاسم ضد إيران قد يؤدي إلى مزيد من الصراع في العراق قد لا يكون صحيحاً، وعلى العكس تماماً من ذلك، فقد تراجعت إيران عندما أظهرت الولايات المتحدة قوتها، خاصة عندما اغتالت أمريكا جنرال قاسم سليماني، حيث كان الرد الإيراني صامتاً. على الرغم من وصف الغارة الأمريكية من قبل النقاد بأنها كانت طائشة، ولاحظ ماندل أن الشرق الأوسط مكان يصعب فيه التنبؤ بالنتائج، وأي إجراء يمكن أن يأتي بنتائج عكسية، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الأمريكية هي لعبة منافع ومخاطر، ولكنه يعتقد بأن عدم الرد على الهجمات الإيرانية ضد القواعد الأمريكية أو حلفاء واشنطن في المنطقة يجعل من العالم مكانا أكثر خطورة، وأن حلفاء أمريكا قد يفقدون الثقة بها. ولكن هل هناك حاجة لوجود أمريكي في العراق لتعزيز مصالحها الأمنية؟ وما الذي ستحصل عليه الولايات المتحدة؟ وماذا ستخسر إذا انسحبت تماماً من العراق كما فعلت في أفغانستان؟ وفقاً لديفيد بولاك من معهد واشنطن، هناك العديد من الأسباب التي تجعل بقاء القوات الأمريكية ضرورة ملحة في العراق، مثل عدم السماح لتنظيم الدولة بالظهور مرة ثانية، وحماية الحلفاء في المنطقة، ومنع إيران من أخذ عائدات النفط العراقي. وأكد ماندل أن النفوذ الإيراني في العراق وظهور تنظيم الدولة سيعمل على زعزعة استقرار حليف قوي للولايات المتحدة هو الأردن، وأن ذلك بالتالي سيؤدي إلى فرصة نشوب حرب إقليمية بسبب تدخل الكيان الصهيوني. وذكر الكاتب أيضا أن محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي كانت أيضا رسالة واضحة للولايات المتحدة بقوة النفوذ الإيراني في البلاد، وأسهمت في إيصال رسالة أخرى أيضا بعز قوة الولايات المتحدة أمام العالم. في شأن آخر وموضوع آخر، أكد الكاتب مصطفى البرغوثي أن هناك توسيعاً استيطانياً غير مسبوق ومحاولات تنفيذ تطهير عرقي ونشاط حكومي صهيوني حثيث لتنفيذ ما سميت صفقة القرن الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية برمتها وتكريس منظومة الاحتلال بالتوازي مع تطبيع فاضح مع عدة دول عربية. ظن كثيرون أن صفقة القرن اختفت بسقوط دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية، لكنها في الواقع أصبحت برنامج العمل الفعلي للحكومة الإسرائيلية الحالية، تماماً كما كانت برامج عمل حكومة نتنياهو السابقة، وهي لم تكن إلا خطة إسرائيلية بغلاف أمريكي لتصفية القضية الفلسطينية. وكل ما تشيعه إسرائيل اليوم عن تحسين اقتصادي مزعوم وتقليص الصراع ليس سوى محاولة لكي الوعي العربي والعالمي وترويج التطبيع مع كيان الاحتلال ومنظومة الأبرتهايد العنصرية، مع مضاعفة الضغط على الشعب الفلسطيني لكسر مقاومته ومحاولة تسجين أجزاء منه. وفي الوقت نفسه تحاول إسرائيل تنفيذ عملية خداع لتبرير التملص من الاتفاقات والوعود بإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في قطاع غزة، وجزء هام من الدمار ما زال قائماً منذ عام 2008، وهذا ما يفسر احتمالات التصعيد التي تشهدها المنطقة بعدما نفد صبر الفلسطينيين إزاء الحصار الخانق على قطاع غزة والتقاعس عن إعادة إعماره. السؤال الهام هنا
موجه إلى المجتمع الدولي بكل مؤسساته، الذي يواصل الحديث عما يسميه حل الدولتين من دون اتخاذ أي إجراء فعلي ضد ما تقوم به إسرائيل من تدمير منهجي لفرص هذا الحل عبر الاستيطان وما تنفذه من قمع وتنكيل ضد الشعب الفلسطيني. خلاصة القول أن القناعة لدى الشعب الفلسطيني أصبحت راسخة بإخفاق نهج المفاوضات كله وإخفاق الذريع أيضا في اتفاق أوسلو وملحقاته وعبدية انتظار مساعدة الآخرين أو الاتكال على حسن نياتهم، وما من حل يمكن أن يتحقق من دون الاعتماد على النفس وتبني نهج كفاحي مقاوم للاحتلال الصهيوني ومنظومته العنصرية. توقفت الشرطة الهولندية عن التجسس على هواتف اللاجئين الوافدين إليها بعد ورود شكاوى بانتهاك خصوصيتهم، وذكرت إحدى الشبكات التلفزيونية الهولندية في تقرير ترجمه موقع عربي 21، ذكرت أن الشرطة الهولندية أغلقت مشروعا قورنت في السجلات الهاتفية لطالبي اللجوء بالمعلومات الجنائية. السلطات الهولندية أبلغت المجلس النرويجي للاجئين أن المشروع لا يتماشى مع قانون الخصوصية الخاص باللائحة العامة لحماية البيانات في البلاد، وأوضح التقرير أن التجسس على اللاجئين كان يتم ضمن المشروع التجريبي المسمى أثينا، والذي بدأ في عام 2016 في إطار تجديد الإجراءات الأمنية بعد هجمات باريس، حيث إن رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا وعد حينها مجلس النواب بفحص طالبي اللجوء بشكل أكثر صرامة، ويتضمن مشروع أثينا البحث في هواتف طالبي اللجوء لسنوات بعد تقديم طلب اللجوء، بحثا عن أشياء مشبوهة مثل تهريب البشر، وفي حال العثور على أي معلومة يتم الاستيلاء على الهاتف ونسخ بياناته كاملة بحسب ما أوردته الشبكة. ونوه التقرير إلى أن الشرطة وضعت البيانات التي حصلتها ضمن خانة القضايا الجنائية بهدف المساعدة في التحقيقات الأخرى، لكن في الآونة الأخيرة لم تنجح هذه الطريقة في اختبار قانون الخصوصية الساري منذ 2018، إلى أنه قبل ذلك كانت الطريقة مقبولة تماماً على أساس القانون. هذا وقد استقبلت هولندا على مدار السنوات الماضية 10,000 طالبي اللجوء، معظمهم كانوا من حملة الجنسية السورية، منح الآلاف منهم الجنسية الهولندية بعد استيفائهم طبعا الشروط القانونية. من أبرز هذه الشروط اجتياز امتحان الاندماج المعمول فيه وانقضاء 5 أعوام على إقامتهم داخل البلاد. ومن أخبارنا المنوعة في صدى الأقلام، طور خبراء سويسريون آلة خارقة تعمل ب4 عجلات بمقدورها أيضا أن ترفع على رجليها الخلفيتين، وتتمتع أيضا بمزايا وقدرات فائقة تجعل هذه الآلة فريدة من نوعها على مستوى العالم. قد طورت هذه الآلة، طورتها شركة سويسرية متخصصة بحسب ما أورده تقرير نشرته جريدة ديلي ميل البريطانية. يمكن أن تصل سرعة هذه الآلة إلى 14 ميلا في الساعة. عرض هذا التصميم الذي يشبه إلى حد ما الكلب الروبوت بوستون داينامكس، إذ يعمل باستخدام الذكاء الاصطناعي الخاص به للرجوع مرة أخرى بعد طرده. قبل الختام مشاهدينا الكرام، نبقى مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتيرية.
بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن الله تعالى صدى أقلام جديد من الرافدين في رعاية الله.